لمسات عالمية بأعياد كويتية عبر أحد المعارض التي تميزت بالتنوع من قبل الشباب الكويتي الواعد، وهذا ما نؤكد عليه في رسالتنا اليومية عبر برنامج مساء الخير يا كويت، بضرورة دعم الشباب وتنمية قدراتهم فيما يصبون إليه من أعمال ومشروعات استثمارية مختلفة. المزيد معكم في التقرير التالي. شبابي جديد أقيم بأياد كويتية، معرض يظهر آخر صيحات الموضة وكذلك عطور وإكسسوارات وأدوات ومواد تجميلية. شارك في إقامة المعرض كوكبة من الشباب الكويتية الواعد من أصحاب المواهب المميزة، وذلك في أرض المعارض الكويتية. عطورات علاجية وأطياب علاجية ومنتجات علاجية لإزالة التوتر والضغط، ولعطرك علاجك. العطر طبعا محتوى من زيوت ريلاكسيشن ولافندر طبيعي ومنتجات لتزيل التوتر والضغط اللي احنا قاعدين نعيش فيه يوميا، وإن شاء الله يا رب يكون يحوز على رضا الجميع، وهدفي بالنهاية راحة كل الناس، وهذا يعني أسمى طموح بالنسبة لي. هذا وقد استمر معرض المشروعات الصغيرة للعمالة الوطنية على مدى شهرين، والذي لاقى إقبالا كبيرا من الجميع، وذلك بهدف دعم المشاريع الشبابية الصغيرة. مشاهدينا نوصل معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم مساء الخير يا كويت، وفي الختام يوجب علينا السلام، نلتقيكم في الغد، دمتم في الوقت، نشوفكم باكر في نفس الموعد، مع السلامة.